لاعبو كرة القدم، لماذا يصطحبون معهم أطفالا عند دخولهم إلى الملعب؟ لعلك شاهدت بداية مباراة كرة القدم ولاحظت أن كل لاعب من الفرق المتنافسة يدخل إلى أرض الملعب ممسكا بيده طفل يرتدي زيا يطابق زيه الرياضي، ويطلق على الأطفال هؤلاء لقب التمائم. ولعلك تساءلت ما المغزى من اصطحاب لاعبو كرة القدم لهؤلاء التمائم برفقتهم، أو عن السبب الذي بدأ به هذا الإجراء الذي بات موجودا في العديد من المناسبات الرياضية البارزة، أو هل يعلم الأطفال أنفسهم لما تم اصطحابهم وإبرازهم في كبرى المباريات؟ لم تكن عادة اصطحاب التمائم موجودة منذ بداية مباريات كرة القدم منذ القدم، والتي بدأت في أواخر التسعينيات. كان أول ظهور للتمائم وهم يدخلون أرض الملعب برفقة لاعبي كرة القدم سنة 1999 في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي، والتي عقدت بين فريقي مانشستر يونايتد ونيوكاسل الإنجليزيين. إن كنت قد تابعت نهائي كأس العالم سنة 1990 أو حتى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 1994، لم يصطحب خلاله اللاعبون الأطفال لدى دخولهم الملعب. بداية ظهور الأطفال برفقة لاعبي كرة القدم. بدايات إطلاق أطفال التمائم في كبرى المناسبات الرياضية لكرة القدم جاءت بالتزامن مع الاتفاق بين هيئة الفيفا وهو الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبين منظمة اليونيسف وهي منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وذلك خلال مباراة نهائي كأس العالم والتي أقيمت في كوريا الجنوبية سنة 2002، من خلال اتفاق بينهما والذي نص على رفع شعار Say Yes to Children، قل نعم للأطفال. وهذا الاتفاق أقر على إشراك الأطفال في الظهور في أهم الأحداث الرياضية في كرة القدم، وتم الإعلان عن هذا الاتفاق مسبقا سنة 2001. وكان الهدف من هذا الإجراء هو تسليط الضوء على أهمية حماية الأطفال والحث على توفير الرعاية الصحية لهم، وأبرزت الحملة أهدافها من خلال المناسبات الرياضية العالمية والتي تحظى باهتمام وشعبية كبيرة حول العالم. فكانت أفضل طريقة لإبراز التمائم عن طريق أن يدخلوا إلى الملعب برفقة لاعبو كرة القدم المميزين والمشهورين من كلا الفريقين المتنافسين، مع ارتداء زي مشابه لزي اللاعبين، مضافا إليه شعاري كل من الفيفا واليونيسف. ولا يزال ولا زال التمائم يظهرون بجانب لاعبو كرة القدم وممسكين بأيديهم ويرتدون نفس ملابسهم في جميع الأحداث العالمية الكبرى وفي مباريات دوري أبطال أوروبا، إذ لم يعد ظهور التمائم في بداية المباريات متعلقا بالاتفاق الذي عقد بين هيئة الفيفا ومنظمة اليونيسف. إذا لابد أن يكون هناك أسباب جديدة لاستمرار ظهور التمائم لتصبح جزءا لا يتجزأ من مقدمة كل مباراة كرة القدم. أحد أهم أسباب اصطحاب لاعبي كرة القدم للتمائم معهم لدى دخولهم إلى أرض الملعب هو أن يكونوا رادعا ضد الجمهور، حيث أن بعض الجماهير المعارضين يتعمدون رمي مخلفاتهم على بعض اللاعبين، ولكن وجود الأطفال يمنعهم من الإقدام على هذه التصرفات، بالإضافة إلى الاستفادة المادية للنادي الرياضي، حيث يفرض النادي رسوما للسماح لهؤلاء الأطفال بالظهور مع لاعبيه، ويتجاوز الأمر ذلك ليشكل فائدة أكبر، حيث أن ظهور نجوم كرة القدم برفقة أطفال عاديين يعطي شعورا لدى معجبيهم بإنسانية هذا النادي وخدمته للمجتمع ودعمه للأطفال، خاصة إذا كان الطفل مريضا أو يحمل قصة إنسانية أو قد يكون يتيما أو فقيرا أو غيره، ما يخلق شعورا عند المشاهدين بأن لاعبهم المفضل أو أن فريقهم المفضل ذو تأثير إيجابي وإنساني على المجتمع، ويهتم لقضايا الأطفال والمجتمع. كيفية اختيار الأطفال والترويج لبعض الشركات؟ يتم اختيار هؤلاء التمائم من خلال موقع Make a Wish Foundation، وهي منظمة غير ربحية أنشئت في الولايات المتحدة والتي تهدف إلى تحقيق آمال وطموحات للأطفال ما بين عامين إلى 18 عاما، والذين لديهم إصابة بأمراض مزمنة وخطيرة. أيضا يقوم بعض رعاة المباريات من شركات كبرى باستخدام الأطفال التمائم لأهداف الترويج لها. على سبيل المثال، قامت شركة ماكدونالدز بإرسال أكثر من 1000 طفل إلى نهائيات كأس العالم الذي كان يعقد في البرازيل، والذين ظهروا كتمائم برفقة لاعبو كرة القدم وقاموا بعدة أنشطة ذات صلة بالرياضة وكرة القدم. وفي المباريات التي تتزامن مع مناسبات عالمية ومهمة مثل يوم الأم، يدخل اللاعبون إلى الملعب برفقة أمهاتهم،
وذلك ليس فقط دعماً للأمهات، بل يصبح اللاعبون ذو تأثير وقدوة إيجابية أمام الجمهور. إذن لم يعد الأمر يقتصر على اتفاق يسلط الضوء على حقوق الأطفال، بل أصبح ظاهرة معتادة تهدف إلى زيادة شعبية الفريق ولاعبي كرة القدم في أعين المتابعين حول العالم. بالإضافة إلى الاستفادة من رسوم انضمام التمائم إلى الفريق وتسليط الضوء على فئات مهمشة أو غيرها، وبصورة عامة لزيادة أهمية وقيمة المناسبات الكبرى لكرة القدم وتلقي الاحترام من قبل المجتمعات. إذن هناك أربع أسباب هي الأكثر قبولا لدخول لاعبي كرة القدم وهم يمسكون بأيديهم أيدي الأطفال. أولا لإعطاء الأطفال فرصة لتحقيق أحلامهم في الظهور مع لاعبين مشهورين، وفرصة لنادي كرة القدم لكسب بعض المال، الترويج لبعض الحملات الدعائية، ولتعزيز فكرة كون كرة القدم لعبة صديقة للأسرى.